أغنية مرسول الحب لعبد الوهاب الدقالي، الأغنية من مقام البياتي، بياتي الصل أو بياتي النوى. فنتعرف على بياتي الصل. عنا سلم المقام صل، لا نص بيمول، سي بيمول، دو، ري، مي بيمول، فا، وجواب المقام صل على وتر الفا. نبدأ بمقدمة الأغنية. الجزء الأول بيقول نص صل، فمن درجة الصل بعلامات سريعة منقول صل لا سي دو ري مي فا صل، فا صل ري مي ري دو سي دو، بعدين صل فا لا صل فا ري مي ري دو سي دو، بعدين من السي منقول سي دو ري صل فا فا، وهون بتصير المي بكار والري بمول، فمنقول صل فا فا مي مي ري ري دو دو لا سي دو سي لا صل. بدنا ننتبه لهالجمل لأنها جمل سريعة. الأغنية بتتميز بجملها السريعة الإيقاعية. طبعا إيقاع الأغنية هو من إيقاعات الملفوف، إيقاعات اللف 2 على 4. فهذا هو إيقاع الأغنية، إيقاع سريع وجمل سريعة. الجزء الثاني من المقدمة من الفا بيقول فمع السي ناخذ اللا منقول لا سي 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 لا 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 صل صل دو ري مي فا صل. بالفرداش اجمل بتطلع. ننتقل للجزء اللي بعده من المقدمه بيقول نشرحه بيقول لا سي دو دو لا سي سي لا صل لا صل لا سي دو دو لا سي سي صل لا صل. طبعا بنعيده مرتين. بعدين بنقول لا
لا لا سي سي لا 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 صول فا. بعدين بنقول دو لا سي صول لا فا صول، دو لا سي صول لا فا صول. بالإعادة بنقول دو لا سي صول لا فا صول فا مي ري دو سي بيمول. طبعا لا نص بيمول، الأصبع الرابع على وتر الفا صول. وبنبدأ غناء مرسول الحب. فمرسول الحب دو 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 صول دو دو صول، دو سي دو سي لا صول لا سي دو سي، لازمي لا صول فا صول لا سي، لازمي لا صول فا صول لا سي. علينا لا صول لا سي دو سي، كمان لازمي لا صول فا صول لا سي. خايف لتكون نسيتينا وهجرتينا وحلف ما تعود. فمن الدو دو 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 سي 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 لا لا صول سي، لازمي لا فا ري صول. فبناخذ الدو قرار مع الدو جواب، وبنلمس الري حتى ما يصير تكرار كتير للدو. مدام الحب بينا مفقود، سي لا صول 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 لا صول فا صول لا سي 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 لا صول 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 صول. بعدين بنقول باسم المحبة باسم الأعماق وحر الأشواق. فباسم المحبة صول صول لا سي، باسم الأعماق كمان نفس العزف صول صول لا سي وحر الأشواق صول صول لا سي سي لا لا صول صول لا سي سي لا لا. كنا ترجاك ترجع لينا سلفينا. لا 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 صول لا 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 صول فا لا صول لا صول فا. كنا ترجاك ترجع لينا سلفينا. لا 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 صول لا صول فا لا صول لا صول فا. يذوب الصمت وتتكلم أمانينا.
فيذوب الصمت لا سي دو، وتتكلم أمانينا دو ري سي لا صول، لا سي دو لا سي سي لا صول. الجملة الأخيرة لا سي دو لا سي سي لا صول، فينا نعزفها بهالشكل بشكل هرجي، يعني لا 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 سي دو، وهيك بنكون انهينا المقدمة الموسيقية كاملة. طبعا المقدمة الموسيقية صعبة، في إلى كذا جزء بدنا ننتبه لمقاطع منيح ولريشة منيح ومذهب الغناء كامل. طبعا الأغنية من الأغاني الجميلة الإيقاعية اللي بتقبل كتير من الحليات والزخارف، سواء الفرداش أو تكنيكات الريش. مالنا بهالمعرض هلأ خلونا نتعلم عزفة وعلاماتها منيح، وبعدين منضيف للزخارف شوي شوي. بتمنى يكون الشرح واضح سهل مفهوم، يعني حاولنا نضيف حليات بسيطة حتى يكون عزفنا أجمل، ولما بنتقن الأغنية وعلاماتها ومقامها وقتها منضيف الزخارف بالتدريج، وكل واحد حسب ما بيحب. بشوفكن عن قريب، ما تنسونا من دعائكم، ما تنسوا التفاعل، الاشتراك، مراجعة الفيديوهات السابقة. السلام عليكم ورحمة الله.